مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة من المنتصف وتفاصيل مهمة في كرة القدم السعودية. البداية مثل العادة مع أبرز وأهم العناوين. مصدر الفرح في الهلال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورتين ومقطع فيديو. اتفاق هلالي اتفاقي على انتقال طريس وأنباء تؤكد حسم الصفقة خلال أيام. بعد 8 سنوات من رئاسة التعاون القاسم يترجل عن كرسي الرئاسة. حياكم الله من جديد بعد انتهاء المنافسات المحلية وخروج أنديتنا من المشاركة القارية. يعني اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بالصفقات والأخبار المتواترة، صورة من هنا ومقطع فيديو من هناك، اللي اليوم نعتبرها هي حديث الجماهير الرياضية. يمكن هذه الفترة في كل موسم يعني تكون من الفترات، خليني أقول الفترات المهمة للجماهير لمعرفة الانتقالات واستعدادات الأندية للموسم المقبل. يعني هي فرصة للي يبغى يتمصدر من هنا خبر ومن هنا خبر ويجمع لك كم متابع في تويتر، فرصة حلوة يعني تعتبر. طيب قبل ما نبدأ بفتح أبرز ملفات وأهم القضايا في هذه الحلقة، رحب بضيفي الناقد الرياضي المعروف عبد الكريم الجاسر. مساك الله بالخير أبو يزيد. أهلا وسهلا عبد الله، مساء النور عليك السادة المشاهدين. الله يحييك. نذكر بس في بداية الحلقة وقبل ما أبدأ بأبرز العناوين هذه الحلقة بأنه بإمكانكم مشاركتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا عبر التويتر. والسؤال اللي احنا طرحناه اليوم، كيف ترى تعامل لاعب الهلال سلمان الفرج في مواقع التواصل الاجتماعي؟ بما أننا بدينا الموضوع مع سلمان والأخبار المتواترة، كلنا شايفين المقاطع المتداولة اليوم حيث ظهر سلمان الفرج في منصات وسائل التواصل الاجتماعي سناب شات برفقة أيضا اللاعب السابق أحمد عكاش. هذا المقطع أثار بعض الاستغراب عند الكثير، وفي كلام الكثير يعني في حديث كثير وتساؤلات، ليش سلمان الفرج خرج بهذا المقطع في هذه الفترة مع اقتراب اللاعب الدخول في الفترة الحرة؟ خلونا نشوف هذا المقطع. هلا ابو محمد. هلا ابو العكش. هلا راعي الصجة. الله ييسر الامور ان شاء الله. اللهم امين. الله يكتب لنا اللي فيه خير. هذا اللي نقوله. انا ما ادري عن شيء. ولا انا ادري عن شيء. الفترة الجاية يعني ما أدري. حنا على الهواء الحين، إيش رأيك أبو يزيد؟ إيش؟ في المقطع؟ ما في يعني شيء يعطي أي انطباع معين. سلمان واحد من اللاعبين الأساسيين والمهمين والركائز المهمة في نادي الهلال في المنتخب الوطني. لاعب لا يشك في ولائه ولا يشك في تقدير الهلاليين له. وأنا أعتقد إنه ما بالنسبة لي أنا مطمن. لكن ما تشك في ولائه للهلاليين في وقت الاحتراف أنا أقصد؟ لا، حاليا أنا أقول لك سلمان من أهم اللاعبين اللي مرتبطين بالهلال أكثر من أي شيء آخر. بالتأكيد إنه الهلاليين يقدرون اللاعب، سيحصل على ما يستحقه من قيمة، ولكن ما أشوف إن فيها أي مؤشر ممكن يجعل الإنسان يقلق كمشجع أو كذا. إحنا لسه في باقي 9 أشهر على عقد سلمان، في رغبة متبادلة من الطرفين للاستمرار،
في ايضا تقدير للهلاليين لسلمان وقيمته ومكانته. نعم. سلمان حاليا في الفتره اللي يعتبر فيها مرحله النضج وفي افضل مراحله في تاريخه مع الهلال، وبالتالي الهلاليين حريصين على استمراره، وبالتاكيد نعم. انه هو كقائد للفريق مهم جدا عنده انه يستمر، وهو يعرف يعني ظروف الانديه الاخرى ويعرف ظروف الهلال ويعرف ما سيحصل عليه في الهلال وما سيحصل عليه في الانديه الاخرى. طيب في صورتين كذا كانت موجوده ايضا احنا نتابعها الان. هذه الصوره الاولى لسلمان الفرج، اعتقد انه هو سلمان نزلها على الانستغرام. ايضا في صوره ثانيه يا شباب، تعطونا الصوره الثانيه الله يعطيكم العافيه. هذا سلمان الفرج وشايف الشمس فوق. ها صحيح، الشمس يرمز لمين؟ صحيح. والله شوف انا لا استطيع ان يعني افسر، ولكن انت في بعض الاحيان قد يكون فيه بعض التوصيات من انت بعض ابو يزيد من بعض الوكلاء. انت اعلامي وشاطر، ها خليني اقول لك ما انت سهل يعني. لا انا فاهم ان قد تعني ان جمهور الشمس والنصر وما ادري مين. انا اقول لك انا برجع اذكرك في موضوع عموري مع الهلال، وكيف انه وكيل عموري قلب الجماهير على الاداره وحاول يستعين بالعاطفه اللي عند الجماهير في لتأليب الإدارة والضغط عليها للتوقيع مع عموري. إيه هذا وكيل التعاقدات. ولم ينجح. إيه. نعم ولم ينجح، ولم يكن فيه أي تأثير أبدا للضغط الجماهيري على قرار الإدارة اللي في الأخير رأت مصلحة النادي واتخذته وكان قرار صحيح. نعم. حاليا قد لا تستبعد أن يكون فيه بعض الإيماءات أو الإشارات من بعض الوكلاء. أيوة. أو بعض النصائح اللي ممكن تجعل الجو يتحرك قليلا باتجاه الضغط. نعم. وعلى فكره يعني بقول لك شيء، اللي بيروح ما يعلم. اللي بيروح زي اللي بيتزوج. ما يعلم انه بيتزوج، يفاجئك انه تزوج. فاللي يبي لا بس اسمعني، خليني اقول لك قصه الزواج هذه قصه ثانيه. يعني انت قصه الزواج الثانيه. الزواج الثاني ما راح يعلم انه بيتزوج. ما يعلم، هذا هو. خليني اكمل لك الفكره، انه اذا اللي بيروح ما يقول ترى ترى انت ابو ترى بروح. لا، هذا قاعد يقول لكم شوفوني امسكوني تراني، ها انتبهوا ترى في ناس يبغوني، زي نوع من التغلي. وزي ما قلت لك انه اللاعب يعني بالتاكيد انه يبحث عن الحصول على عقد جيد. نعم. وهذا سيحصل عليه بالطرق الصحيحه بعيدا عن طيب. ادخال او اشغال الجماهير والاعلام بموضوع عقده، لانه ليس من مصلحته. نعم. طيب ليس من مصلحه سلمان ولا مصلحه الهلال ولا مصلحه بما انك فتحت موضوع وكلاء التعاقدات، احنا عندنا اتصال مع جراح الظفيري ايضا وكيل الاعمال والتعاقدات المعروف. حياك الله اخوي جراح. مساء الخير يا اخوي عبد الله، مسي عليك بالخير وعلى ابو يزيد وعلى مشاهدين البرنامج. ابو يزيد كذا يعني يغمز ويلمز ويتهمكم بان هذه طريقتكم في المفاوضات وفي الطريقه. قد يكون قد او قد يكون. يلا علشان يلا. لا 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 كلام من الاحتمالات. اتفق انا مع ابو يزيد، يعني في يعني 70% من الكلام يعني صحيح، يعني تصير زي الصور زي التلميحات، لكن خلينا انا اعقب على المقطع اللي متداول اللي إيه. بس شباب ارفعوا لنا الصوت علشان ابو يزيد يسمع، ارفعوا لنا الصوت داخل الاستديو. تفضل تفضل اخوي جراح. فقدنا الاتصال فيه. طيب على ما يرجع جراح، احنا وقفنا الحديث عن وكلاء التعاقدات. يعني بعضهم قد يستخدم الاعلام والجماهير والضغط الجماهيري لمحاوله الحصول. هو راح معاك يقول بالفعل صحيح، هذه موجوده بالضبط. هذه انا ضربت لك مثل في عموري. ولكن في بالنسبة للهلال وتحديدا في ظل وجود إدارة الأمير فهد بن نافل، ما أعتقد أنها تمشي. يعني الرجل يحسب كل شيء بالملي، شخص عادل يعني حقاني، يبحث عن إعطاء اللاعب ما يستحقه. نعم. وشاهدنا في كثير من الصفقات اللي دخل فيها رفض أنه يجر إلى مزايداته، ويمكن تذكر. نعم. طيب خلينا نشوف جراح، بس رجعنا وكيل التعاقدات جراح الظفيري. جراح تسمعني؟ طيب تفضل. احنا كنا نتكلم في موضوع وكلاء التعاقدات او وكلاء اعمال اللاعبين وطريقة التفاوض او بعض الطرق اللي ممكن يعني ينتهجها اللاعب قبل فترة قبل دخوله فترة الحرة او مع اقتراب نهاية عقده في المفاوضات. صحيح، انا اتفق مع كلام ابو يزيد انه في بعض الوكلاء يحرضون اللاعب انه تنزل الصورة هذه يعني على عاطفة الجمهور وبعض الاشياء انه ضغط على الجمهور وعلى ادارة النادي. مثلا هذه من الاشياء الخطا اللي تذكرها بعض اللاعبين، لان ما من مصلحه اللاعب نهائيا. يعني هو زي ما قال يعني ابو يزيد انه يعني هو تلميحه بس، انه ما راح يطلع اللاعب من النادي. يعني اللي بيطلع هو ساكت، يعني ما راح يطلع. اللي بيطلع ما راح يعلم. ها يطلع ويوقع ويخلص اموره، ما راح يلمح على اي شيء. طيب
طيب الشيء الثاني انا بعقب اخوي عبد الله على مقطع. طيب الصوت مو بواضح واعتقد انه انقطع، نحاول نرجع مع جراح لانه في كلام ودنا نتكلم معه، بس نستعجل شويه شباب، واتمنى ايضا يكون في مكان ايضا يعني اكثر هدوء. أنا ودي بس أعلق على موضوع الوكلاء من تجربة شخصية ومن أيضا سمعة مترددة. يعني عندك مثلا الأستاذ غرمة العمري من أفضل الوكلاء اللي الأندية تتعامل معهم، رجل صادق، رجل ما عنده لف ودوران، رجل ما تفرق معه الألوان، يعمل لمصلحة اللاعب ولرغبة اللاعب، وكلمة واحدة ما عنده كلمتين. يعني بعض وجربنا أيضا وكلاء آخرين، أنا أتكلم عن فترة مثلا وجودنا في الإدارة أو حتى ما نسمع من المقربين من الإدارة وكذا، أنه في بعض الوكلاء يعني يتعب الإدارة جدا، عدا شخص غير صادق، غير 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 نزيه، يبحث عن الابتزاز، يبحث عن استخدام اللاعب، يبحث الضغط عن الجماهيري الضغط الإعلامي، الضغط على الإدارة، الضغط على، بينما في ناس يبحث عن مصلحة لاعبه، يحصل على لاعبه ما يستحقه من 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 عقد، ويوفر له أجواء صحيحة، وأيضا ينصح اللاعب، أنه في اللاعب أيضا يحتاج إلى نصيحة. نعم. أنه أي في أي مكان أفضل له، وإيش يسوي، هل أفضل أني أغير، هل أفضل أني أبقى، إذا بحصل على مبلغ وفي مبلغ أعلى قليل ولكن أنا مرتاح ومنسجم في هذا النادي، يعني تجد رأي صادق وسليم. صحيح. بينما بعض الوكلاء مع الأسف تلقى لا، يعني ما يكون زي ما يقول ما هو بعون ولكن فرعون. طيب الاتصال جاهز يا شباب ولا لسه؟ طيب على ما يجهز الاتصال، سلمان الفرج في عقده الأول كان حوله يعني ضجة كثير، أنه سلمان ممكن ما راح يوقع في الهلال، سلمان عنده عروض أخرى من أندية خارجية، من الأهلي، من النصر، كان هذا الكلام متداول في وقت سلمان الفرج السابق. ما تعتقد أنه سلمان مع كل عقد نسمع هذه الضجة ما نسمعها في اللاعبين الآخرين في الهلال؟ شوف، هو سلمان لاعب مهم. يعني كان في العقد السابق جاله عرض من الأهلي الإماراتي، من السد، من الأهلي الإماراتي. اي صح، الأهلي الإماراتي، وعرض محترم، يعني مو عرض معناته ان اللاعب مطلوب ولاعب على مستوى عالي وبالإمكان انه يروح لأي مكان، ولكنه فضل الهلال وضحى. على فكرة في العقد السابق جاله عروض من أندية محلية ما ابغى اذكر الأسماء، ولكن تفرق اكثر من عرض الهلال يمكن بمليونين، ومع ذلك رفض انه ينتقل وبقى في الهلال. الآن الدور على تقدير اللاعب واعطائه ما يستحق في ظل المبالغ الضخمة اللي تدفع للاعبين لم يقدموا شيء. نعم. طيب خلينا نشوف جراح رجع لنا. تسمعني اخوي جراح الظفيري؟ اي اسمعك كويس. معلش انا كنت في الطياره بس وما كان في، يلا نقول لك الحمد لله على السلامه ولا توصل بالسلامه؟ الله يسلمك. لا الحمد لله على السلامه. طيب مثل هذه التصرفات من اللاعبين او المقاطع او الصور او التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفتره اللي تعتبرها الانديه الجماهيريه مع النجوم هي فتره صعبه، تعتقد بانها ايجابيه ولا سلبيه للاعب ووكيل اعماله؟ لا اكيد سلبيه، لانها تسوي ضغط كبير على اللاعب وعلى وكيل اعماله يعني. فانا خليني ارجع بس بالتعقيب بعقب على المقطع اللي بين الكابتن احمد عكاش والكابتن سلمان الفرج. ترى ممكن في معلومه تغيب عن الاعلام والجمهور انه بينهم، يعني كابتن سلمان واحمد عكاش بينهم شراكه في اكاديميه وفي بعض الامور التجاريه، فلذلك في المقطع يكون عادي اللي ما عنده المعلومه. المقطع عادي، يعني مقطع حبي، ما في اي تلميح او ما في اي شيء. نعم. فنرجع نقول يعني اللي يتكلم انه بعض اللاعبين انه يستجون للجمهور في الضغط على اداره النادي في زياده سعر مثلا العقد اللي يبغاه او ما صار بينهم اتفاق، فهذه طرق ممكن يلجا لها اللاعب او وكيل الاعمال للضغط على اداره النادي. هناك عاد دور يبقى دور اداره النادي، هل هي تستسلم هذه الضغوط او لا؟ فأنا ضد المبدأ هذا نهائيا، لأنه ما هو يعني ما هو من قيمة اللاعب، قيمة اللاعب في الملعب والإدارة هذه كذا تقدر قيمة اللاعب السوقية. نعم. طيب فما أتوقع أنها كويسة أنه يلجأ لها اللاعب والوكيل. طيب أنا أشكرك أستاذ جراح الظفيري وكيل التعاقدات والأعمال المعروف. أيضا معنا على الهاتف الدكتور أحمد المسند، ايضا المستشار النفسي المعروف. دكتور مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور والسرور لك ولكل من يتابعنا.
الله يحييك. طيب في مثل هذه الظروف اللي يمر فيها اللاعب احيانا، يعني مع اقتراب عقده على النهايه او ظروف اخرى ايضا، ممكن ايقاف اللاعب، وجود مثلا قضيه معينه، نشوف كثير من اللاعبين يلجؤون لمواقع التواصل الاجتماعي، فيها عامل نفسي هذا الموضوع ولا لا؟ بلا شك انه اكيد انه العامل النفسي يلعب دور كبير جدا، ولا ما نشأ علم النفس الرياضي كأحد العلوم الإنسانية في تثقيف وتعليم هذا النوع من العلوم. أنا في رأيي أن الضغوط النفسية اللي يتعرض لها اللاعبين مثل ما ذكروا، أن القدرات النفسية دائما هي مرتبطة في القدرات البدنية، علشان أحقق أداء أفضل اللاعبين العالميين اليوم متقاربين تراهم بدرجة كبيرة من حيث المستوى الفني والبدني والمهاري أيضا، لكن العامل النفسي يحدد العلامة الفارقة بين هؤلاء اللاعبين. أثناء المنافسة اللي تكون أصلاً بينهم، الضغوط النفسية توجه اللاعب اليوم بشكل جداً خطير وكبير في تصرفاته. الدراسة تشير أنه كلما ارتفعت حرارة الضغوط النفسية في كل أبعادها وأشكالها، سواء نقول عليها الجمهور، قلة المكافآت أو تأخرها، المشكلات الأسرية أو حتى إصابات الملاعب أو المشكلات الشخصية أو الإعلام أو الفشل في الأداء الرياضي، هذه كلها تسبب مصادر ضغط. دكتور خليني بس عشان عندي الوقت، في بعض اللاعبين يمر بظروف صعبة، إما مثلا قضية منشطات معينة أو إيقاف لفترة طويلة، ونشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي يعني يخرج لنا هو يضحك، هو يتكلم مع أصدقائه في أي مكان عام، يعني ما تعكس الوضع اللي هو يمر فيه اللاعب. صحيح. نعم هي أيضا تفضل. هي أيضا تحت بند العامل النفسي ممكن، والضغوطات اللي على اللاعب إنه يحاول يخرج الناس بطريقة مختلفة. صحيح، وهذه من في يعني في رأيي وكثير من المتخصصين يرون إن المدرس هو المفترض يهتم في هذا التوجيه والإرشاد. نعم. النفسي، يكون معه مساعد يهتم في ذلك ويسلطون الضوء. الثقة بالنفس ساعات تكون هي المهزوزة وهي سبب تلعب كبير في الفرق. لعلي أبين لكم وأختم في حديثي كأس العالم. نعم. طيب احنا فقدنا الاتصال بالدكتور أحمد المسند المستشار النفسي. شكرا للدكتور على هذه الإيضاحات، شكرا على هذه المداخلة. أيضا في موضوع آخر، قطعت إدارة نادي الهلال شوطا كبيرا نحو إنهاء أولى الصفقات المحلية في هذا الموسم بعد الاتفاق مع نادي الاتفاق على انتقال اللاعب فواز أطرس. يسعى الهلال لإتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الذي تألق مع نادي والمنتخب في الفترة الأخيرة. أطرس يدخل فترة 6 أشهر الأخيرة من عقده في يناير المقبل. أيضا الحديث عن تفاصيل أكثر حول هذه الصفقة القريبة، معنا أيضا هاتفيا مراسلنا من الدمام طارق المزود. طارق مساء الخير. مساء الخير عبد الله. وش التفاصيل يا طارق في الصفقة المحتملة والقريبة ما بين الهلال والاتفاق لانتقال فواز الطريس؟ الموضوع يعني يعتبر محسوم اليوم؟ حياك الله عبد الله، حيك وحي زميل عبد الكريم الجاسر. الموضوع تقريبا محسوم لنادي الهلال، لاعب طريس يعني انتهى من الاتفاق مع نادي الهلال الانضمام له. المعلومات عندنا تشير الى ان العقد قد يستمر او يمتد مع الهلال الاربع سنوات المقبله، بقي التوقيع النهائي اللي حيتم بعد انتهاء اللاعب من مشاركته في معسكر المنتخب الاولمبي اللي مقام في الشرقيه استعدادا لاولمبياد طوكيو. حينتهي هذا المعسكر في 14 اكتوبر. المعلومات كذلك تشير عندنا انه رغبه اللاعب واسره اللاعب هي من حسمت الموضوع في انتقال اللاعب الى الهلال. نعم. عرض الاتفاق وعرض الهلال قد يكونون متساويين في المبلغ، ولكن هي الرغبه، هي البحث عن النادي الجماهيري، البطولات وغير ذلك. احنا يعني نتمنى الفواز طريس ولبقيه اللاعبين التوفيق. هل فواز الطريس حيكون امتداد لياسر قحطاني، الكنو،
ياسر الشهراني وعبد الله الشريده احمد خليل اللاعبين اللي قدموا من المنطقه الشرقيه انديه الشرقيه وانضموا للهلال وبرزوا. نعم. هذا ما ستحدد الايام القادمه باذن الله. شكرا طارق المزهود مراسلنا من الدمام. خليني اسالك باختصار شديد وبشكل مباشر، بالنسبه لهذه الصفقه الهلال يحتاج صفقه بهذا النوع؟ صحيح جدا يحتاج لاعب في مركز قليل فيه اللاعبين السعوديين على الاطراف، لاعب اطراف يلعب خلف المهاجم، طرف يمين طرف يسار، لاعب واعد موهوب 22 سنه. أنا اعتقد انه بالفعل الهلال هو يعتبر 9.5 يعني ولا كيف يلعب في كل هذه؟ يلعب في مراكز الهجوم الثلاثه. اذا في العمق يعتبر خلف المهاجم، اذا على الاطراف يعتبر جناح يمين او جناح يسار. مثل اللاعبين النوعيه هذه ما هي موجوده بكثره في الدوري، ولاعب مهاري لاعب. انا الحقيقه فوجئت في مقاطع كثيره لما شاهدته لانه ما كان تركيز عليه كثير. صحيح. ولكن بعد ما تابعناه كويس وجد انه لاعب يعني مفيد لاي نادي، والاهم انه قابل للتطور. نعم. انه لا يكفي في هذا المستوى ان تلعب في فريق كبير، ولكن لما تكون داخل نظام داخل سيستم لعب وداخل فريق قوي ونجوم وخبره وطموحات عاليه، بالتاكيد انه يعني قادر يقدم نفسه بشكل افضل بكثير. نعم. طيب ايضا من صفقات والتحركات في الدمام الى جده وزميلنا ايضا مراسلنا عبد العزيز دريس. امسي عليك عبد العزيز، مساء الخير حياك الله. طيب على ما يجهز عبد العزيز الدريس من جده، خليني اتكلم عن في مطالبات كثير على مواقع التواصل الاجتماعي ويتسر ابو يزيد. الهلال تاخر كثير في انهاء كثير من الصفقات. ما اعتقد انه في تاخر، لانه انت اصلا فريقك مكتمل، عندك غاب عنك 15 لاعب وكنت قادر انك تلعب على ما في دوري ابطال اسيا وتفوز. وبالتالي ما القضيه ليست تجميع لاعبين، قضيه انتقاء بالكيف الكيف وليس الكم. نعم. فانت يعني اولا تحتاج انك تجيب لاعبين تحتاجهم ومهمين وجيدين، ثانيا انك ما تثقل ميزانيتك وتدفع مبالغ ضخمه تنعكس عليك مستقبلا على على, على النادي، تكون عجز مالي عندك. فمهم جدا انه انت تتريث تحصل على اللاعب المناسب بالسعر المناسب وتحقق ما تريد بافضل طريقه. انا ما اشوف انه في استعجال في تاخر ابدا بالنسبه للهلال. في نقطه ثانيه انه المتاح ايضا قليل، يعني انت تبغى تشتري من تشتري الأسماء المعروضة في السوق اللي ممكن تفيدك وتكون قادرة أن تنافس نجومك قليلة جدا. في بعض الأندية قد لا يكون قليل بالنسبة لهم، يحتاجون لاعب لأن المركز ما في أحد أصلا. أنت بالنسبة لك عندك في كل مركز لاعبين، تحتاج أنك تجيب لاعب في مستوى هاللاعبين هذول حتى تستفيد، تكون صفقة مفيدة. نعم. ولا تكون استقطاب فقط للجماهير. صحيح. طيب خليني أروح مباشرة لمراسلنا في جدة عبد العزيز إدريس. عبد العزيز مساء الخير. تسمعني عبد العزيز؟ مساء النور عبد الله، مساء النور عليك وعلى الأستاذ عبد الكريم الجاسر. أسمعك عبد الله. حياك عبد العزيز. كثير من المطالبات الجماهيرية الأهلاوية الاتحادية يعني بتعاقدات خلال هذه الفترة، ويمكن في تحرك اليوم اتحادي، في تحرك أهلاوي، ويمكن عندك كثير من التفاصيل حول التحركات الأخيرة للاتحاد والأهلي. صحيح عبد الله، خلينا نبدأ بنادي الأهلي السعودي الذي أعلن رسميا التعاقد مع اللاعب أليساندرو مارتيتا لاعب نيويورك سيتي الأمريكي، كذلك الإعلان عن التوقيع بشكل رسمي عن مع لاعب الوسط المغربي إدريس فتوحي. هذه تعاقدات التي صنعت الفرح لدى جماهير نادي الأهلي، ولكن ربما ما يعكر صفوها هو الأنباء بشأن اللاعب عمر السومة فيما يخص بشأن عدم رغبته في الاستمرار مع نادي الأهلي، والأخبار تشير إلى خروجه من نادي الأهلي ربما إلى التوجه إلى نادي الهلال السعودي أو إلى خارج الدوري، ولكن هذه الأخبار ربما تؤثر على الجماهير الأهلاوية. إلى الآن لم يصدر شيء رسمي بخصوص اللاعب ورحيل اللاعب عمر السومة، ولكن مجرد هذه الشائعات تصنع توتر وقلق لدى جماهير نادي الأهلي وتعكر صفوها. في كلام كثير عن حسن معاذ أنه ممكن يتجه لجدة خلال الساعات الجاية، عندك أخبار هالموضوع؟
إلى الآن لم تصدر أخبار رسمية فيما يخص اللاعب حسن معاذ، ولكن يعني الأخبار عندما يتجه إلى جدة تتجه إلى الناديين الاتحاد والأهلي، كما شاهدنا من قبل التنافس على التوقيع مع اللاعب الجزائري لاعب نادي الشباب السابق المدافع جمال بلعمري، ولكن حسمت التفاوض بعد الإعلان عن توقيعه مع نادي ليون الفرنسي. إلى الآن لم يصدر شأن رسمي فيما يخص اللاعب حسن معاذ. أما في تعاقدات نادي الاتحاد فالصحف البرازيلية تشير إلى الانتهاء من التوقيع مع اللاعب نيلسون البرازيلي لاعب انترناشنال البرازيلي، كذلك أنباء عن عودة اللاعب جاري رودريغيز بعدما أبدأ نادي فنربخشة عدم رغبته. أيضا الأنباء تشير إلى التوقيع بشكل رسمي مع اللاعب سامي خيبري قائد نادي الفيحاء المدافع إلى نادي الاتحاد السعودي. وأيضا نادي الاتحاد يعني قام بالتوقيع مع عقود احترافية مع لاعبي الفئات السنية بنادي الاتحاد. طيب أنا أشكرك مراسلنا من جدة عبد العزيز الدين، شكرا على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه التفاصيل. اليوم أيضا قدم محمد القاسم رئيس نادي التعاون استقالته من منصبه، متمنيا للجنة الاستشارية التي سيكلفها أعضاء شرف النادي بقيادة عبد العزيز الحميد التوفيق والنجاح. أعلن القاسم ابتعاده عن كرسي الرئاسة عبر تويتر بعد 8 سنوات قضاها في رئاسة نادي التعاون، وذكر في تغريدة بأنه يتمنى التوفيق لهذا النادي الكبير. كيف ترى هذه الاستقالة؟ شوف، هو القاسم يعني نموذج لأهمية العمل الإداري الثابت والخبرة اللي يمتلكها الإدارة. يعني الأستاذ محمد 8 سنوات حقق نتائج أكثر من ممتازة مع التعاون، بس بغيه استفاد، لابد أنه يجي لك ظروف خارجة عن الإرادة، ولكنه بقى وهذا إنجاز في ظل دوري صعب، لاعبين أجانب على مستوى عالي في الأندية كلها، ظروف صعبة لم يوفق في التعاقد مع مدربين جيدين، إصابات أثرت كثيرا على الفريق، توامبا وكثير من هذه، ولكنه وضع طبيعي. أنت نجيت فهذا يعتبر إنجاز. المهم الآن بالنسبة للأندية، للإدارات الأندية، أن يكون عندك إدارة لديها خبرة. لديك الآن إدارة الفيصل، الأستاذ فهد المدلج، الأستاذ فهد المطوع في نادي الرائد. هذا يعكس لك أن الإدارة اللي عندها خبرة وتجربة ولتستمر فترة طويلة هي من تستطيع النجاح وتحقيق الأهداف المطلوبة. كثير من الأندية 3 سنوات 2 سنوات وبعد ما يبدون يتعلمون يغادرون، ثم يحضر أسماء جديدة وتبدأ من الصفر. فكل هالأمور هذه متأثر جدا على أي إدارة. شكرا عبد الكريم الجاسر. أهلا وسهلا. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة. في أمان الله.